الجدي ديالي ان شاء الله اللي غادي ينزل سوا هاد الشهر هذا سوا مارس او ماكسيموم. وهاد المره سي برومي هي اغنيه اجتماعيه سميتها القلي والقلم كلماتي والحاني من توزيع سي محمد النقراوي. واحد لو طالون اللي غتكتشفوه هو تبارك الله عليه جينيوس انا بالنسبه لي واللي كنتمنى ان العمل ديالنا انصومبل يعجبكم. وبالنسبه للجديد اللي كنت حطيتها لي تقريبا واحد شهرين واغنيه العطار ديال البير سويسا الفنان اليهودي ديال المغربي ديالنا بيان سور حاولت نعاودها بواحد الطريقه اللي هي ديالي شبابيه كنتمنى تكون عجبت. جاتني فكره نقول لك جاتني فكره كان عندي واحد لو بيتي بروبليم د في يوتيوب زعما اول مره وقيلا غادي نقول هذه حيت بزاف كيسولوني كنقول لهم غير الاختصار مي كان عندي واحد لو بيتي بروبليم في يوتيوب كان خصني ضروري ننزل شي حاجه بحكم انني ما كننزلش نهائيا تقريبا يعني مره في العام مره في عام ونص مره في عامين عاد كيكتب لي نحط شي تخريبيقه. وصافي تلاقيت مع الدراري صحابي بحال دابا عبدو اللي كانوا جارو تحيه اللي هو اللي عمل التوزيع ديال العمل صديق ديالي ومول فين كنجلسو في الاستوديو ديالو كان شويه كنطلعوا افكار مره كنخليوها في الاستوديو ومره كنبارطاجيوها. واقترحت انا اغنيه العطار بحكم انها تبارطاجات بزاف في فيسبوك كنت دوزتها في واحد ليميسيون غنيتها بطريقه تراديسيونيل وتبارطاجات قلت لهم شوفوا هذه الاغنيه راه الى ان افي سور لي جون قلت لهم سي لوكازيون اننا نخدموا عليها. وكانت عندنا واحد المده ديال 3 جوغ لان كان عندي ان ديدلاين ديك لو 19 اللي حطيت فيه هو اللي كان عندي لو ديرني جوغ اللي نقدر نحط فيه في يوتيوب سينو كان خصني نبقى نغياكتيفي لو كونت واحد بلعت خالص. وصافي وخدمنا عليها هيدا جات مع عند الله ربي كتب فيها وسهل فيها. شوف مره فاش كنت كنغني وانا صغيره كنت كنغني بزاف الالوان بحال اللي قلتي والشرقي كان نورمالمون هو اللي عندي فراسي باش نجيك بصراحه هذه واقيلا ما كيعرفوهاش بزاف الناس بحكم انني درت المجموعات الصوتيه وكنت كنغني موشحات وكبرت على اغاني كلثوم مع الوالده وفريد الاطراش وداك الشيء هذاك هو التوجه اللي حتى دارنا كانوا كيشوفوني فيه وخاي عازف عود كذلك دونك شرقي مي انا من صغري ملي كنت كنقرا في المعهد الماده ديال الطرب الاندلسي كانت كتعجبني والسيديات ديال الحاج محمد باجدوب الله يذكره بخير في هذا النهار اللي هو اول واحد اثرت به في حياتي في مغنيين وكان عندي الحلم نتلاقاه وتلاقيته في 2009 فصافي بقيت كنحفظ من عنده من لي سيدي ديالو كنحفظ مع المعهد اون باراليل مع جوق طلبات المعهد حتى لقيت راسي اختي اورياتيك لاني انا نقولك علاش ما خفتش بالعكس هو كان تحدي في واحد الوقت لان الاصوات النسويه في الموسيقى الاندلسيه الاله محدد لان اللي كيقول الاندلسي كاين اللي كيقول ملحون كاين اللي كيقول الشقوري كاين اللي كيقول الاله هي الاله وكاين فروع اللي توجهت لهم من بعد الاله ما كانش فيها اصوات نسويه اول حاجه ثاني حاجه الهدف ديالي عمره في حياته ما كان شهره حتى انا كنت في المعهد وخدمت مع بزاف ديال الجمعيات التراثيه في طنجه في تطوان في فاس مت بزاف ديال المشاركات اللي هما ثقافيين وهذا التوجه من الاول كنت عارفه ما فيهش الشهره ولكن كان عاجبني ما عرفتش علاش الصراحه المهم كان عاجبني ومن موراها حتى وليت بفضل الاستاذ عبد السلام خلوفي عاود كذلك دزت في شادة الالحان جي ماركي واحد لا بريزونس الناس بداو كيقولوا لي بصح ما كاينش لي فوا فيمينين وسورتو انا كنعمل مواويل ما خليتهاش ديك خضره فوق الطعام وصافي لا كنبغي نغني بحال اللي كيغنيو الرجال اللي معروفين من بحال قلت الحاج باجدوب وعبد الرحيم الصويري كذلك فنان ديالنا وصديق ديالنا صافي حتى فواحد الساعه جات فرصه ارب والتالنت باش عرفوني الناس كثر مي سنين وانا كنخدم وكندوز في الشاشه المغربيه غير مره في العام ما كتخليش الناس يعقلوا عليك ديما الا اللي ماركيتيهم ديال بصح دابا كنوجد البوم بحال دابا هاد الاغنيه هادي اللي غتنزل ليا قري وقال هي من ضمن الالبوم غير شنو المعايير اختلفت على قبل كان الارتيست كيحط الالبوم دقه واحده كامل
ولا لاحظتي هذيك انا بالنسبه لي استراتيجيكمون بارلون ما كتجينيش مزيانه هذه القضيه في الوقت ديالنا دابا، حيت كتلقى ديك الالبوم كيتظلم جوج ثلاثه الاغاني هما اللي كيعملوا بوم واغاني اخرين دايزين. انا كتجيني هذه خساره حيت دي فوا كيكونوا اغاني واعرين، اللهم البوم براسو يتحط على شكل دي سينجل ويتجمع في البوم، وهذه فكره ديالي انا ان شاء الله. كنغنيه ملي كتكون المناسبه، ملي كيكونوا دي سواري بريفي، كنكون مجموعه مع الناس اللي عارفين باللي كنغني الطرابي وهذا، وكيطلبوه مني كنغنيه. وسبق لي غنيته في واحد السهره في هولندا في بلجيكا، سورتو الجاليه كيطلبوا كيعجبهم يقولوا لك مثلا وزيد لنا هذه، وانا ما عمري كنت كنرد لهم هذه القضيه، بالعكس الا جابت نغني مي ما نبغيش يكون التوجه ديالي ولا نتحط مثلا اون كونكورونس مع لي شونتوز ديال الشرقي ولا ديال الطرابي، بالعكس الله يسهل عليهم ويسهل عليا. كاينه ان شاء الله يا ربي كتب لي ربي ربنا وليدي كنقولوا كنخافوا مع كورونا. كاين ان شاء الله جوله فنيه، هما جوج الجولات الفنيه مع دو بروجي ديفيرون. المهم غنحرق شي داكشي، ولكن شي حاجه فلامينكو اوندالو، وكاينين شي حاجات سهرات، كاينين شي وحدين اللي غيكونوا مع دي شونتوز منهم شونتوز جويف، وكاينه شونتوز كريتيان، وكاينه انا، وكاين ان اوتر بروجي اللي فيه انا اون شونتوز اسبانيول، وكاين لو بروجي ديالي سولو اللي غادي نكون فيه انا بلي شونسون تراتين، ويمكن الاغنيه ديالي غنكون حطيتها حتى هي غتدخل في البروغرام ان شاء الله ديال لا تورني. هادشي غيكون ما بين اسبانيا وهولندا حاليا. اسرائيل حاليا كاين والو، كرهناش اختي صراحه زاد الناس صراحه يقدروا هذا الراي ديالي يجيهم في شكل، ولكن انا صراحه ماشي كونتر نهائيا السهرات في اي بلاد، ما نقولش في اسرائيل، غنقول في اي بلاد في العالم، دونك داك البلاد عرضت عليك زعما بغرض اللي هو ثقافي وفني، وما كاين حتى شي اغراض سياسيه ولا باغيين يدخلوك في شي لعبه، والناس اللي غتمشي لعندهم هما عباره على جاليه مغربيه اللي كتسنى فنانين ديال المغرب انهم يغنيو اغاني ديالهم، كيف حال كيعطيوهم واحد لا نوستالجي اللي هي زوينه، حيت ماشي الناس كامله عندها ديك الاغراض الشنيعه السياسيه ولا قباحين، راه حنايا بشر كاملين بينا، عندنا القبيح وعندنا العين، كاين مسلمين قباحين وكاين يهود قباحين، وكاين مسلمين مزيانين كاين يهود مزيانين، صباح عليكم صراحه انا كنشوف الطريق بهذه الطريقه. وكنتمنى ان شاء الله يكون السلام في العالم باش ما يبقاش هذا المشكل ديال الحرب هنايا تجي مع هذا ضد هذا، انا ما كنحملش هذا الشيء الصراحه، انا نوتر في هذه المسائل هذو. ماشي شي لوك عاتي بزاف كيقولوا لي، انا كنشوف غير ايه كاين لو شونجمون، ولكن اختي باقي ما وصلت للطايمه كا وداك التخربيق كامل. السر هو انني هاد الثروه واحد من الاسرار، حتى النوع ديال الثراول الا كنتو عاقلين خرج في 2020 كنظن ولا قبل شويه، وما عمرهم كانوا كيجيو قدي، وعمري كنت كنلقى لاطاي ديالي وكنشوف البنات كيلبسوهم كنقول سعداتهم علاش انا ما نلبسش. كانت هذه اول حاجه والله الا سيتي مون بوين ديكلونشون انني فكرت نطيح حياتي كامله، وانا كنضعف كنغلط كنضعف كنغلط. واحد دو زامي ديالي حاتم وحليمه اللي كنوجه لهم تحيه شجعوني بزاف على لو جون انترميتون، وجربته وعطى النتيجه ديالو، ولكن ما شافش يعني انا مشهر 6 اللي فات يعني طايما كانسير حتى الاخر هذا العام عاد تشوفوها. شنو تبعت بالضبط؟ حيت السكر، حيت السكر كناكلو تري اوكازيونيلمون مره في السيمانه الا بسلت، كيجيني موراها تأنيب الضامر، مي في الاول ما كنتش كناخذو كاع، يعني بقيت شي دو موا ما كندورش بالسكر نهائيا، وباقى لحد الان ما كناكلش السكر. و سينو كناكل 8 ساعات في النهار، كناكل دو روبا مثلا نقولوا فقت مع العشرة، كناكل مع جوج النهار لو بروميير روبا كنتغدى، ومن بعد لو ماكسيموم سي العشرة د الليل الا قدر الواحد حتى قبل يوقف مزيان، حتى ناكل في جوج نعاود ناكل في 8 وصافي، ديك جوج الوجبات صراحه حرين
كناكل فيهم اللي بغيت الا المكونات اللي فيهم السكر، مي سينو كناكل فيهم اللي بغيت اختي، فريتو لي بات داكشي ما نعاودكش. هو الطيره هو شنو كيكون الاوبسيسيونيل كومبلسيف تريكوتيلوماني اسميوها الطيره، بس ماشي مرض. بزاف ناس كيقولوا لي لا هذا ماشي مرض، الطيره الطيره راه مرض. المهم ما حد عقلك ما كيفونكسيونيش مزيان الا راه مرض. باقا ماشي مع هذه رحله التحرر، كنسميها انا رحله التقبل. كاينه النتيجه احسن، كان كاموفلي شويه، راه كنغش يعني بالكم هادشي كحال راه الا حيت كاموفلاج غيبان لك باللي الشعر ماشي كله في غادي فواحد لو نيفو، كاينين بلايصات خاويين ودايور جو نو سي با سي لو ميم كا بور فو. اذاش كيكون الشعر طويل ما كتقدرش تعرف، ملي كيكون الشعر قصير راه خاويه وحده غادي كتبان لك. دونك بقى غاديه مع المرض، الحمد لله كان حرزتو اللي كيقولوا حرزتو تقدما على المستوى زعما النفسي على اللي كنت، ولكن باقي شويه الخدمه. حاجه دوزت 16 عام بنتي غادي تزوله في عام ولا عامين جو بونس با، ولكن كومين ما غاديش تاخذنا 16 عام ان شاء الله باش هذا نبرم. براحة واقتصاد، عرفتي علاش؟ حيتاش كنت مضطرة نشري لي بيروك اشاك فوا، كنشري دي بيروك طوالين وعامرين باش يدوزوا لي ماكسيموم ديال الوقت، وعاود نضطر نشري عاود مني. دونك هادي اكثر حاجة تهنيت منها في حياتي هي نشري بيروك ونمثل ان عندي الشعر. هادي كنت عايشة واحد الدور ماشي ديالي، كنمثل ان عندي الشعر. خايل انتينا ما عندك شي شعرك، ماشي ما عندي شي، هو عندي ولكن كنتفو يعني دائما عندي واحد المنظر اللي هو غير مفهوم سورتو في هذه المنطقه هذه، وكنمثل انني نورمال بحال الناس كاملين عندي الشعر. وهادشي هادشي بوحديتو مرض عشت به من الصغر، وانا من الحمد لله زعما هذه اول حاجه تهنيت منها انني قادره نكون موامم، واخيرا قادره نكون انا بلا من نكذب على راسي ونكذب على الناس. الحب في حياتي هادي بزاف ناس كنحبهم، انا كنحماق عليهم وكنبغيهم بلا ما ندخل لك في ديك الديسكور، ديك الديسكور ديال ماما وبا وخاي وداكشي، هادوك مسلمات هادوك ما حتىش يبقاو نذكروا فيهم. مي اكبر حب عندي تاع في حياتي هو لونطواج ديالي، ديال لي زامي ديالي. فريمون ملي جات كورونا ورجعت لطنجة رجعت لاصدقاء ديالي الاصليين، كازا شويه كانوا عندي فيها شي ناس ما كانوش حتى تما سي نورمال، ملي كتجي لشي مدينه اول مره كتقدر تعرف على الناس مزيانين وخايبين. مي حاليا جو مي كونسيدير تري تري بيان اونطوري. وانا قلت لك الحب ديال صحابي مضخم مساكن، راه داكشي اللي عطيني ما يعطيهش الراجل، ما يعطيه لي شي راجل، ما يعطي ليش داكشي اللي كيعطيو، يطلعوا معايا ويزلوا معايا ويمشوا معايا، وانا كنصور كليب والدراري كاملين حتى هما كيصوروا حتى هما يلقاو حتى اللبسه يجيبوها لي ويلبسوها لي، وهذا وخصهم يكون مزيانه زعما. كنظن هاد لامور هذا راه اختي هو لامور اللي خصني نهضر عليه بصح، اما شي حاجه اخرى شي حاجه اخرى باقي ما كاين والو. هاد الساعه نهار تكون شي حاجه نتوما الاولى راه لا للأنس في فينا ناسمها منها والجنة، لا للأنس في فينا ناسمها منها والجنة، نغم وجوهل ورنة سمع الطير بكى وغنى.